السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا زميلتكم فاطمه خالد، ان شاء الله هكون معاكم النهارده في محاضره لذيذه وبسيطه. بس هي على قد لذيذتها وبساطتها، يعني فهي محتاجه شويه تركيز قد كده عشان هي مهمه مش اكتر، فربنا يقدرني يعني على اخرها اكون قدرت ابسطها لكم. محتاجين بس نفتكر قول الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لازم قبل ما تيجوا تبداوا في اي حاجه كويسه تعملوها، مش بس مذاكره، ترجعوا تاني تخلصوا نيتكم لله. اخلاص النيه لله ده هيخليكم ان انتوا بتعملوا اي حاجه بتعملوها مهما كان وقتها قد ايه، طول الوقت انتوا قاعدين بتاخدوا حسنات، بس يعني انتوا بتستفادوا في نفس الوقت بتاخدوا حسنات. فكره ان احنا عايزين نجيب درجات عاليه، عايزين نطلع من الاوائل وهكذا، كلنا عايزين كده، بس مفيش اهم ولا حاجه اساسيه اكتر من اخلاص النيه لله ونفع الناس. خصوصا الحمد لله ربنا انعمنا يعني ان احنا نكون مجال طبي، وفي ايدينا ان احنا نساعد ناس كتير قوي على الشفاء، فربنا يعني يتم علينا نعمته ويقدرنا على كده. ما ننساش بقى ندعي لزميلتنا شيماء السيد بالرحمه والمغفره هي وكل موتى المسلمين، وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يتولاهم ان شاء الله ويرفع عنهم البلاء ويزلزل الارض من تحت اقدام اليهود. طيب النهارده بقى هناخد ايه؟ عناويننا بسيطه قوي وجميله. هناخد الجينيتال يورينري فيستيولا، يورينري انكونتيننس، الجينيون ستريس انكونتيننس، الجينيتال مالبوزيشن، والجينيتال برولابس. هما يقولوا ان هما مثلا خمس مواضيع بقى وحاجات كتير وبتاع، لا، هما اصلا الحمد لله اللي هيفهم موضوع واحد هيقدر ان هو يربطه بكل المواضيع التانية، وهي مواضيع مفيش ابسط من كده بصراحة. اول عنوان معانا بقى هو الجينيتو يورينري فيستيولا. ايه هي الفيستيولا دي؟ فيستيولا بتكون عبارة عن كونكشن، جسر بيوصل ما بين حاجتين. يبقى لو جينا نحط المسمى ده في العنوان اللي معانا هنلاقي ان هو جسر بيوصل بين الجينيتال سيستم واليورينري سيستم. طبعا ده في الفيميلز، مناش دعوه بالميلز. هل طبيعي ان الفيميل يكون عندها تو سيستمز دول مفتوحين على بعض، يعني اليورين والفاجينال ديسشارجز الاثنين يخرجوا من نفس الفتحه؟ اكيد لا. عشان كده هنقول ان هو ايه، ابنورمال كوميونيكيشن، حاجه مش طبيعيه بين اليورينري اند الجينيتال سيستم. طيب خلينا نسترجع كده، ايه هي الاورجنز بتوع التو سيستمز دول؟ اليورينري كان 3 اورجنز من فوق لتحت كده، كان اليوريتر، طبعا هو مش باين هنا علشان مستواه اعلى، وعندنا البلادر، وعندنا اليوريثرا. والجينيتال كان 3 برضو، اليوترس والسيرفكس والفاجينا. طب انا ايه اللي خلاني ان انا اذكر الاورجنز دي؟ علشان هنعرف ان اسم او نوع الفيستيولا هيختلف باختلاف هي جايه من انهي اورجن وراح لانهي اورجن في السيستم المقابل، وده هيودينا لايه؟ هيودينا للتايبس بتوع الفيستيولا، ودي حاجه مهمه ونركز فيها عشان الدكتور قال هي لو هتيجي هتيجي في الامتحان. فيزيكو فاجينال فيستيولا ده اول نوع والاشهر. الاشهر لو جينا نفصصه كده واحده واحده هو اسمه فيزيكو فاجينال. فاجينال وعرفنا ان هو فاجينال. طب ايه فيزيكو دي؟ اي كلمه اولها فيزيكو او اخرها فيزيكال يبقى معناها ايه؟ اليورينري بلادر. يبقى احنا كده من الصوره عرفنا ان هي فيستيولا بتوين البلادر اند الفاجينا. طيب ليه قلنا بقى ان هي فيزيكو فاجينال مش فاجينو فيزيكال؟ علشان الطبيعي ان مستوى البلادر اعلى من مستوى الفاجينا، فبالتالي ان البلادر هي اللي هتفرغ محتواها في الفاجينا مش العكس. فعشان كده نخلي بالنا بقى يا جماعه من ترتيب الاسم لان هو مهم. طب ما معنى كده ان الفسيوله دي خطيره قوي؟ طب ما هو مش احنا عارفين ان سبحان الله ربنا خلق لنا البلادر بالسفنكتر بتاعها؟ السفنكتر ده اللي بيخلينا ايه، نقدر نمسك نفسنا عن الميكتيوريشن لحد ما البلادر تبقى على اخرها. طب دلوقتي بقى الفسيوله دي حصلت، هتخلي ايه؟ اي شويه يورين يتجمعوا جوه البلادر ينزلوا على طول على الفاجينا. اسمعليش، يعني ايه اللي هيخلي اليورين يخلي نفسه تحت رحمه الاسفنكتر وهو قدامه ان هو يخش على الفاجينا على طول ومن الفاجينا ينزل على تحت؟ ما هي الفاجينا ما فيهاش سفنكتر. فبص ان معظم الستات رايحه لدكتور النساء بشكوتين في الحته دي. ايه هما الشكوتين ده؟ معظم الستات مش كلهم، لان ده بيختلف على اختلاف حجم الفستيوله وهي مستواها فين في البلادر. يعني مثلا لو الست دي الفستيوله بتاعتها كبيره وفي نفس الوقت مستواها قليل في البلادر، يعني تحت هنا مثلا كده، هتبص تلاقي انها بتشتكي من حاجتين. اول حاجه، يا دكتور انا دايما مبلوله، وت يعني بلاش مبلوله، انا دايما وت، دايما مفيش هدوم بتقعد عليا، دايما بكون مبلوله. تاني حاجه، ما بتحسش خالص بديزاير. اصل الديزاير دي هتيجي البلادر المفروض انها اول ما بتوصل ل 200 مللي تقريبا بيبدا الشخص يحس ان هو عايز يكتيوريت، انما دي ما بتتمليش نهائي. يعني اي نقطه يورين بتنزل على طول على الفاجينا وتقوم خارجه على طول على بره، فدي هتحس بديزاير ازاي؟ فلا، هي ما بتحسش خالص بديزاير. لكن
لكن لو مثلا الفستيولة دي مستواها في البلادر عالي شوية زي ما هو مثلا باين في الصورة هنا كده، هنلاقي ان الست دي بتحس بديزاير عادي، لان هو البلادر هتقدر انها تحوش ال 200 مللي بتوعها عادي جدا، وتقدر بعدها انها تحس انها عايزة تمكتيوريت. بس يا عيني لما بعدها لو استنت على نفسها شوية هتبص تلاقي نفسها ايه بقى، بدأت تسرب بقى، اللي هو لا مفيش فرق. المفروض ان اسباب الفيزيكو فاجينال فيستيولا مش معانا، بس هنا انا هقولها سريعا بس كده عشان نكون فاهمين. هو ايه اللي ممكن يخلي الفيزيكو فاجينال فيستيولا تحصل؟ حاجه يا اما كونجينيتال، حاجه ربانيه كده مخلوقه بيها، او تروماتيك. التروماتيك ده بقى ممكن يبقى اوبستريك تروما، او انها بقى حد مثلا اتضربت في جنبها، حصلت لها اكسيدنت كده، او سيرجيكال اثناء عمليه. لو هي اوبستريك تروما دي ممكن تكون obstructed labor، يعني حصلت مشكله اثناء الولاده خلت الولاده متعثره ايا كان السبب ايه. مثلا البيبي خلاص نزل من اليوترس، راس البيبي نزلت من اليوترس عدت بالسيرفكس، يبقى كده مفيش مشكله في السيرفكس ولا اليوترس. جت بقى عند البيوبيك بون قامت محشوره، مش عارفه تنزل، مش عارفه تعمل انجيج، يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اصلا السوفت تيشوز الموجوده بين البيوبيك بونز؟ موجود البلادر وموجود الفاجينا، الاثنين دول لما بيتضغط عليهم كمان من الراس فبيتزنقوا على بعض. لما بيتزنقوا اصلا الاسكيميا بتحصل، اسكيمي يعني الدم مش هيوصلهم بشكل جيد، فالتيشوز بتاعتهم هتموت. فهتبص تلاقي ان الفاجينا والبلادر لما الاتنين يتزنقوا مع بعض يبداوا يدخلوا في بعض. بس بقى معلش دلوقتي سؤال، هي دلوقتي الست هتيجي بعد الولاده على طول تاني يوم مثلا تقول يا دكتور انا حاسه ان انا مش حاسه بديزاير، او حاسه ان انا ويت على طول، او مشكله عموما هتحصلها بعد الولاده بيوم على طول؟ لا. ليه؟ لان دول مجرد لسه الديد تيشوز، لسه الفستيوله بالظبط لسه ما اتكونتش، لسه الجسر ما اتعملش، ما بقاش اجوف عشان عشان اليورين يعدي من هنا ويروح لهنا، تمام؟ فهي تشتكي بعدها بقد ايه؟ هتيجي بعد 5 أو 7 أيام تقول للدكتور يا دكتور انا حاسه بكذا وكذا وكذا. طيب ايه كمان اللي ممكن يحصل اثناء الولاده؟ يحصل دايركت اوبستريك تروما، وهي بتولد بقى ايا كان السبب ايه اللي حصل، ام حصل دايركت انجري في البلادر والفاجينا فالاتنين اتفتحوا على بعض. السيرجيكال تروما ممكن بتكون خطأ طبي، الأشهر انه يكون هيستروكتومي، يعني مثلا هي راحت تشيل الرحم فحصل ان الدكتور هو بعد ما شال الرحم قام خيط الاتنين في بعض، يعني ما تفهمش هو عملها ازاي بس هو ده اللي حصل. تاني حاجة بقى او اخر حاجة الاكسيدنتال تروما، يعني مثلا واحدة اتضربت بسكينة مثلا فخلت السكينة دي اخترقت البلادر مع الفاجينا ففتحتهم على بعض. بس كده نكمل بقى التايبس عشان ده المهم بالنسبة لنا. احنا خلاص عرفنا ان الفستيولا اسمها بيكون من اسم العضوين اللي هي متوصله بينهم، وبتبدا باسم العضو اللي مستواه اعلى ويسمح له ان هو يفضي الكونتنت بتاعه في العضو اللي مستواه اقل. يبقى تالت حاجه تاني نوع من الفستيولا معانا اهو يوريترو فاجينال، جاي من اليوريتر راح للفاجينا، تالت حاجه يوريترو فاجينال. طيب احنا لو جينا نتكلم هنا عن نقطه الديزاير في اليوريترو فاجينال، ده الست دي هتحس بديزاير؟ هتحس بديزاير عالي. طب ده ليه؟ لان خلاص اليوريثرا بعد السفنكتر، يعني خلاص بقى البلادر بتاعتها جابت اخرها في انها تتملي خلاص، وحست بديزاير وراحه بقى تعمل الميكتيوريشن، السفنكتر فتح وراحه تعمل الميكتيوريشن. هتيجي تشتكي لك تقول لك ايه يا دكتور انا وانا بعمل الميكتيوريشن بلاقي ان اليورين بينزل من الفتحتين، بينزل من اليوريثرا عادي وبينزل من الفاجينال اوبننج، لان هو خلاص عدى السفنكتر جاي يمشي بقى من اليوريثرا قام لقى فيستيولا، قام معدي من الفيستيولا بقى بينزل من اليوريثرا وبينزل من الفاجينا الاثنين في نفس الوقت، تمام؟ الفيزيكو سيرفايكل، فيزيكو سيرفايكل يبقى من البلادر للسيرفكس، يوترو يوريترو سيرفايكل من اليوريتر للسيرفكس. سادس حاجه الفيزيكو يوتراين، هنتوقف شويه. فيزيكو يوتراين ده اسم منطقي، يعني هي جايه من البلادر راحه لليوترس، اليوترس اللي هو اصلا عامل اي في اف اللي هو اساسا مميل على البلادر يعني فوقيها، هل طبيعي ان البلادر هي اللي تفضي في اليوترس بقى؟ اكيد لا. يبقى المفروض ان احنا نقول لك انها بيتر نيمد يوترو فيزيكال فيستيولا، من الرحم وراحه للبلادر، يبقى كونتنت الرحم هو اللي يفضي في البلادر. اصلا كونتنت الرحم ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن بلاد. البلاد ده بيظهر في انهي فتره؟ فترة المينستريويشن، اللي وقتها بقى بطانة الرحم بتبدأ تتدمر علشان تنزل بقى على هيئة بلاد ومش عارف ايه كل اللي احنا عارفينه ده. هتيجي الست تشتكي من ايه؟ تقولك يا دكتور انا وقت المينستريويشن بلاقي ان اليورين بينزل عادي جدا طبيعي من اليوريثرا من فتحتها العادية، ولكن بلاقي بينزل معاه هيماتوريا، حاصل ان في بلاد مع اليورين لونه احمر. فهي دي بتكون شكوى الست، تمام؟ وطبعا هيكون عندها ديزاير ولا عندها ديزاير عادي جدا، مفيش اي مشكله في اي حاجه، هو بس فكره البلط اللي مع اليورين. سابع نوع
اليوريترو يوتيراين، جاي من اليوريتر ورايح لليوترس. بس كده، هو ده كده اللي احنا مفروض علينا في الجينيتو يورينري فيستيولا. احنا قلنا الديفينيشن انها ابنورمال كوميونيكيشن بتوين اليورينري اند جينيتال سيستم، والتايبس فيزيكو فاجينال، يوريترو فاجينال، يوريترو فاجينال، فيزيكو سيرفايكال، يوريترو سيرفايكال، فيزيكو يوتراين، واليوريترو يوتراين. وعلى فكره التايبس احنا مش محتاجين نحفظها، هو كل احنا محتاجين نفهمه زي ما احنا قلنا ان المفروض انها بتسمى من اسم العضو اللي راح منه وجاي منه اللي هو مستوى اعلى. والفيزيكو فاجينال فيستيولا قلنا انها abnormal communication between bladder and الفاجينا، وعرفنا اسبابها كده برغم انها مش علينا. ندخل بقى على اليورينري انكونتيننس. يورينري انكونتيننس ده ببساطه ان الشخص ما بقاش عنده اي تحكم في عمليه اليورينيشن، ان هو امتى يلوسف يورين وفين وازاي، اصلا هو ما بقاش عنده تحكم، هو ما بيعرفش اصلا هو بيعمل امتى كده. ودي على فكره في مشكله في الفيميلز وفي الميلز، مش بس في الفيميلز. definition the international continence society put the definition of urinary incontinence a condition in which the involuntary loss of urine. هي المفروض تبقى عمليه فولنتري، لا بقت عمليه انفولنتري، ما بقاش بيحس بنفسه اصلا. طب هل احنا ينفع نقف لحد هنا ونحط فول ستوب؟ الاجابه انه لا، والدكتور اكد على النقطه دي، لان في ناس مثلا حصل لها ان هي وهي بتكح جامد او بتضحك جامد او منفعله جامد، قام حصلها شويه loss of urine كده، دي مش مشكلة. المشكلة ان الموضوع يفضل مستمر، يفضل مستمر. يعني مثلا شخص كل ما بيكح، فيه مهما كانت اي شدة الكحة بيقوم عامل له لوسوفيرين، كل ما بيضحك من غير اي حاجة اصلا هو قاعد كده عامل لوسوفيرين، اي شوية يورين يتجمعوا في بلادر يقوم ينزلنا على طول. هو ده اللي بنسميه ايه، الانكونتيننس، علشان هو بيأثر على الهايجين بتاعت الشخص ده، حاسس دايما ان هو مش نظيف، ان هو مش عايز يخرج مع الناس علشان خايف ان هو كل ما يكح او بالغصب عنه يقوم حاصله لوسوفيرين، يبقى هي it is a social or hygienic problem. طيب الحته كمان المهمه انها لازم تبقى objectively demonstrated، يعني ما ينفعش تبقى subjective. تمام، يعني البيشنت اللي جاي بيقول لك بيشتكي لك ان هو بيلوسوفيرين مثلا وقت الكحه، هقول له مش هعتمد كلامك، لازم انا اشوف بنفسي، خصوصا لو في ميل هتيجي تقولي يا دكتور انا كل ما بكح مثلا بيحصل لي لوسوفيرين، هقول لها لا تعالي لي كده اقعدي لي في الدرزه البوزيشن وترفعي رجلها ومش عارف ايه، وقول لها كحي كده يا انسه، تقوم كح. لو كحت ونزل اليورين فعلا من فتحه اليوريسرا كده انت تمام وشكوتك زي الفل، تعالي بقى نعالجك. انما لو كحت ولقى الدكتور ان في فاجينال ديستشارجز بيخرجوا، يعني مش يورين، يبقى هي كده البيشنت ايه، اختلط عليها الامر، يبقى دي مشكله ودي حاجه تانية خالص. يعني ما ينفعش ان احنا ناخد بالسبجكتيف دي على طول. تمام، ممكن مثلا في ميل تيجي تقول لك ايه، او واحده او حد يجي يقول لك ايه، انا امبارح كنت قاعد مع زمايلي وكنت حاسس من اول القعده ان انا عندي ديزاير، وفضلت طول القعده كاتمها وكل شويه الديزاير دي بتزيد، وجيت في اخر القعده خلاص ما بقتش قادره امسك نفسي وراح حصل لي لوس اوف يورين. هقول له وقتها ايه، حبيبي البلادر حقها تطلع تديك كفين وترجع تاني، ده لو حبت تكمل في جسمك ده اصلا، لان البلادر في حاجه اسمها سفنكتر، السفنكتر ده ما بيقدرش، او البلادر نفسها ما بتقدرش تتحمل فوليوم يورين اكتر من كم معين، يعني مثلا 700 مللي، هيعدي ال 700 مللي ده لا السفنكتر خلاص مش هكمل، هيقوم حاصل لوس اوف يورين ده بالغصب عنك، فدي مش مشكله. مثلا واحد يقول لك ايه، يا دكتور انا عايز بعوز ادخل حمام عادي، بيجي لي ان انا بيجي لي ديزاير بس ما بقدرش امسك نفسي لحد ما بياخد الوضع، يعني هو ممكن يكون وصل اصلا لحد الحمام بس ما قدرش ياخد الوضع وحصل له صفيره كده، ده برده نوع من انواع الانكونتيننس. انما لو قدرت انها تاخد الوضع وتكتم الديزاير بتاعتها لحد ما خلاص اثناء الميكتيوريشن بقى، لا انت كده زي الفل مفيش اي مشكله. تمام، الانسيدنس بقى هو مش علينا بس خلينا نقولها برده، هو بيختلف على اساس الايدج، وهي اصلا مشكله الانكونتيننس دي بتكون معظمها ضعف عضلات، فكل ما بنكبر في السن العضلات بتضعف اكتر، فنلاقي ان هو منتشر اكتر فين، 15% in age over 65 years، 10% in middle years، 5% بس in young نولي بارا. طب ايه النولي بارا دول؟ النولي بارا اللي هم البنات او الستات اللي ما ولدوش قبل كده، يعني ممكن تكون اصلا متجوزه وحملت وبس سقطت، فاهمين؟ المهم انها ما تكونش ولدت قبل كده، لان طبعا الولاده بتاثر على العضلات جدا. نشوف بقى الكلاسيفيكيشنز بتاعت اليورينري انكونتيننس، هما اتنين، الكونتينيوس انكونتيننس والانترميتنت انكونتيننس. الكونتينيوس انكونتيننس من اسمه ان هو دائم، يعني البيشنت على طول بيلوس اوف يورين، معنى كده ان البيشنت از اولويز ويت. هو بيتقسم لنوعين، التوتال انكونتيننس والبارشال انكونتيننس. الفرق بين الاتنين ان البارشال اقل شويه من التوتال، هما الاتنين بيلوس اوف يورين انفولنتري بس
البارشيال اقل من التوتال بشويه بسبب اسباب هنشوفها دلوقتي. المهم التعليق بيقول لك ان هو ايه، الكونتينيوس انكونتيننس يورين از اولويز باسنج بير فاجينا اند ذا بيشنت از اولويز ويت. انت قلت لي ايه بير ايه فاجينا؟ لا احنا نقف هنا بقى كده، هو في يورين بيعدي من الفاجينا؟ اكيد لا. يبقى ايه اللي حصل؟ فيستيولا. معنى ان في فيستيولا، خلاص انا كده عرفت اجيب الاسباب. انت غششتني وانا مسكت في التغشيشه دي. هنشوف بقى ايه هي الاسباب. بيقول لك التوتال انكونتيننس، مبدئيا توتال انكونتيننس من اسمه يعني حرفيا حرفيا لا خلاص ما فيش امل، هو فعلا فعلا دايما دايما ويت، دايما دايما بيلوس في يورين. معنى كده يعني احنا دلوقتي الدكتور حتى كان بيقول ان احنا كلنا في اي وقت من الاوقات احنا بنملى البلادر، طول ما احنا واقفين وطول ما احنا قاعدين احنا بنملى البلادر. يعني انا دلوقتي كده وانا واقفه انا بملى البلادر بتاعتي، لكن الفكره في ايه بقى؟ امتى الوس اليورين ده؟ التوتال بقى انكونتيننس، البيشنت اللي عنده التوتال انكونتيننس ده حرفيا طول ما هو بيملى البلادر طول ما هو بيفضيها، كل ما يملى كل ما يفضي، كل ما يملى كل ما يفضي. ايه مشكلته بقى؟ بيقول لك دي تو فيزيكو فاجينال فيستيولا، فيزيكو فاجينال فيستيولا يعني ايه؟ يعني فيستيولا بين مين ومين؟ بين البلادر وبين الفاجينا. طيب خصائص البيشنت ده هو بيجي يشتكي من ايه؟ بيقول لك ان هو بيشنت از اولويز ويت، دايما 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 مبلول. بصي اهو الصوره مبينه كل حاجه حرفين حرفين، هو ده على فكره توتال وبارشيال وكل حاجه. المهم بيقول لك ان كمان اليورينري بلادر نيفر ديستنس. يعني ايه نيفر ديستنس؟ يعني انا بقول لك اهو كل ما يملى نقطه ميه ينزل، يعني عمر البلادر ما هتتنفخ، مش هتسيب لها فرصه اصلا ان هو الفسيوله دي مش هتسيب لها فرصه اصلا ان هو يتملي، كل ما شويه يورين يجمعوا ينزلوا على طول على الفاجينا. The patient never feels the desire to make the urate، برضه نفس اللي احنا قلناه اثناء الفستيولا ان هو علشان اليورين بينزل من الفاجينا على طول، انا هحس امتى بقى؟ انا هكون امتى اصلا 200 مللي دول؟ فلا مش هحس خالص بالديزاير. البارشال انكونتيننس بقى هو برضه فستيولا، يعني ان هو فاجينا يبقى خلاص فستيولا، فاجينا يبقى فستيولا. لكن الفكره ان لو مثلا فيزيكو فاجينا فستيولا، يبقى الفستيولا دي مكانها فين؟ زي ما كنا قلنا ان الفستيولا مكانها يبقى اعلى شويه، انها تكون ايه؟ سمول or very high physical vaginal fistula. لو احنا هنتكلم عن physical vaginal يبقى هي ايه مكانها اعلى، فبتدي فرصه للبلادر انها تتملي شويه، ان يعني تكون 200 مللي عادي، فهيحس ساعات ان هو ايه عادي عندها ديزاير انها البيشنت هتحس عادي انها ساعات عندها ديزاير انها تعمل ميكتوريشن و وهتتملي 200 مللي مثلا، ولكن في الاخر كله هيصب انه ايه هتعدي 200 مللي هيقوم حاصل لوس اوف يورين برضه كله كله ويت. لو انت سبتي نفسك اكتر من كده، انت المفروض البيشنت اللي عندها بارشيال الكونتنس دي اول ما بتحس بتزاير، اول ما بتحس بتزاير على طول تخش على تعمل ميكتوريشن، ما تسيبش نفسها نهائي. تاني سبب ان هو يحصل يوني لاترال يوترو فاجينال، هي المفروض فاجينال فيستيولا، يوريترو فاجينال فيستيولا دي اللي هو ايه الفيستيولا بين اليوريتر والفاجينا. وهو ليه يوني لاترال؟ احنا عندنا اتنين حالب، واحد هنا واحد هنا، لو الاتنين حصل فيهم فيستيولا او مشكله هيبقى كده توتال، انما واحد بس على جنب واحد يبقى كده ايه بارشيال. تمام. ذا بيشنت از ويت، ما قالش هنا اولويز، هو انا ويت، انا لو ما لحقتش الديزاير بتاعتي او ما لحقتش نفسي من اول ما يجي لي ديزاير انا هبقى ويت على طول. تاني حاجه الخصائص بتاعته يورينري بلادر مي ديستند، بتتنفخ لحد ما تتملي مثلا 200 مل الفوليوم اللي بيجيب لك الديزاير ده عادي ممكن تملاه. تاني حاجه البيشنت ميكتوريت بات ليس فريكوينتلي ذان نورمال، ما هو انا اهو كله بيصب في نفس الجمله، انا مديت 200 مللي وحسيت بتزاير دخلت اعمل حمام، لكن بقى مش طول الوقت طبعا هيكون متاح ليا ان انا اول ما يجي لي تزاير انا ادخل، فبالتالي لو سبت نفسي شويه كمان هقوم عامل لوس اوف يورين. تاني نوع بقى هو الانترميتنت انكونتيننس، ومن اسمه ان هو انترميتنت يعني مش على طول بيحصل. مثلا دلوقتي حصل انفولنتري لوس اوف يورين، بعد ساعتين حصل انفولنتري لوس اوف يورين، في الساعتين اللي في النص دول بقى لا البيشنت عاديه جدا ومش حاسه بحاجه، وبالعكس هي دراي ومش ويت ولا اي حاجه. طبعا فكره انها تكون دراي في النص دي معناها ان الانترميتنت انكونتنس ما بيحصلش غير اذا كانت البيشنت دي تعرضت لحاجات معينه. هنشوف بقى التايبس بتوعه، واهم حاجه عندنا هو المين تايبس الستريس انكونتنس والارج انكونتنس. الستريس انكونتيننس من اسمه هو الانكونتيننس اللي بيحصل وقت ما البلادر بتكون محطوطه تحت ضغط كبير لدرجه انها بتبقى عايزه ايه تفتح وتنزل المايه اللي فيها. تمام تمام اوكي. طيب هو دلوقتي ايه الاوقات اللي تفتكروا ان ممكن البريشر البلادر هتتحط فيه هيكون عالي؟
وقت مثلا الكحة، وقت العطس، وقت الضحك العالي، وقت الانفعال الشديد، وهكذا. الطبيعي بقى اللي بيحصل ان في الاوقات دي مثلا وقت الكحة في حاجة اسمها الانترا ابدومينال بريشر. الانترا ابدومينال بريشر ده هو اللي هيتحكم في كل الضغوط اللي تحته بقى بعد كده. الانترا ابدومينال بريشر هيعلى وقت الكحة، يقوم عامل ايه؟ رافع معاه الانترا فيزيكال بريشر او البريشر بتاع البلادر ده، بيرفعه معاه. البريشر بتاع البلادر يترفع، تبقى عايزه تنزل كل اللي فيها، ما هو اترفع خلاص، عايزه تضخ، عايزه تبين قوتها بقى، وان هي قد ايه بقى بتعرف تكونتراكت والكلام ده كله، فهتقوم ايه حابه انها تنزل كل اللي فيها. الطبيعي انه لا، في حاجه اسمها السفنكتر وفي يوريثرا والليفيتر والناي مش عارفه ايه، كل ده المفروض يمنع ده. يعني مش كلنا وقت الكحه ووقت العطس نقوم منزلين او عاملين ميكتيوريشن، ما ينفعش. المفروض ان الضغط بتاع البلادر بيكون قصاده ضغط اليوريثرا. يوريثرا الضغط بتاعها ده لازم يكسيد ضغط البلادر في الوقت ده، طالما هي ما بتعملش ميكتيوريشن. الوقت الوحيد اللي ينفع ان ضغط البلادر يغلب ضغط اليوريثرا هو وقت الميكتيوريشن. خلاص انت رحتي وخدتي الوضع وهتعملي كده بقى، خلاص السفنكتر يستريح ويقوم البريشر بتاع البلادر معدي بريشر اليوريثرا. طيب اللي عندهم بقى ستريس انكونتيننس ده بيكون عندهم مشكله في مين؟ احنا لحد دلوقتي شفنا ان البلادر طبيعيه وعادي وانقبضت وحصل اللي حصل، يعني فكره ارتفاع الضغط في البلادر ده اصلا طبيعي بيحصل وقت الكحه ده عادي، والانتر ابدومينال بريشر برضه ده عادي. انما اللي عندهم ستريس انكونتيننس ده بقى بتكون المشكله عندهم في ايه؟ في اليوريثرا نفسها، في الليفيتور اناي نفسها اللي هي السفنكتر، اللي بيمنع المفروض وقت الكحه بيقوم منقبض ويمنع ان يحصل لوس اوف يورين. وقتها بقى في الستريس انكونتيننس اليوريثرا بتكون ضعيفه جدا، والليفيتور اناي ضعيفه جدا، والضغط بتاع اليوريثرا قليل جدا، ما بيقدرش ان هو يتغلب نهائيا على الضغط بتاع البلاتر، فبتقوم انها ايه؟ فاقده يورين. فبيقول لك ستريس انكونتيننس انفولانتري لوس اوف يورين هو ان ذا انترا فيزيكال بريشر، الضغط بتاع البلاتر اكسيدز ذا انترا يوريثرال بريشر، طبعا ده مش طبيعي، دوي تو انكريز ان انترا ابدومينال بريشر باي ستريس. عندنا تاني نوع بقى هو الارج انكونتيننس. ارج انكونتيننس ده من اسمه ان هو الملح، يعني البيشنت كل ما البلاتر بتاعتها بتتملي شويه تبص تلاقيها عايزه تمكتيوريت، تدخل تفضيها ترجع تاني تقعد شويه تتملي تحس انها عايزه تمكتيوريت. طيب كده المشكله في انهي حاجه؟ المشكله نفسها هنا المره دي بتكون في البلادر. البلادر العضله بتاعتها بتكون هايبر كونتراكتايل، كل ما تتملي شويه تقوم كونتراكت، فبتقوم مخليه البيشنت حاسه بايه؟ انها عايزه تمكتيوريت. والعضله بتاعت البلادر بنسميها الديتروزر ماسل، نركز فيها قوي. يبقى الديتروزر ماسل فيها هايبر كونتراكتيليتي. انفولنتري لوس اوف يورين اسوشيتد وذ ا سترونج ديزاير تو فويد، يعني البيشنت بتحس انها عايزه تفضي البلادر باي طريقه. دوي تو ديتروزر انستابيليتي، فنركز في دي. طيب ليه اصلا البلادر ممكن تكون عندها هايبر كونتراكتيليتي دي؟ ده بيبقى بسبب اي سبب بقى، ايا كان مش تبعنا، بس هو ممكن يبقى فيها ستونز، ممكن تكون البيشنت اصلا بتاخد علاج بيخلي البلادر تتجنن او بيخليها تكون هايبر كونتراكتايل، فعلاجها بيكون لو هي مثلا عندها ستونز الدكتور بينزل لها الستونز، لو هي بتاخد علاج بيخليها توقف العلاج ده وبيديها علاج بقى ايه يهدي الكونتراكشن ده شويه، فما بنحتاجش السيرجري قوي يعني. يبقى احنا كده بقى خدنا الستريس انكونتيننس والارج انكونتيننس، الفرق بينهم اول حاجه المشكله فين؟ المشكله بتكون في الارج في البلادر نفسها، انما في الاستريس بتكون جايه من اليوريثرا والليفيتر اونايد، ان هما العضلات دي ضعيفه فما بيقدروش يتغلبوا على الضغط بتاع مين؟ بتاع الانترا فيزيكال بريشر. انترا فيزيكال بريشر الاستريس انكونتيننس بيكون في اوقات معينه، وقت الاستريس بس اللي هو مثلا وقت الكف، وقت اللف، وقت العصبيه الشديده او الانفعال الشديد. انما الارج بيكون كل شويه، يعني مثلا هي دخلت دلوقتي فضت البلادر، بعدها بنص ساعه ساعه برده البلادر بتاعتها وصلت لفوليوم معين فحاسه انها عايزه تخش تاني، هي كده البلادر، هي كده الارج انكونتيننس. تمام، دي التايبس بتاعتهم، بتاعت الانترميتنت الاستريس هو بيقول لك ان هو هاي انترا ابدومينال بريشر، طبعا اللي هو بيؤدي بعدين لهاي انترا فيزيكال بريشر اللي بيتغلب على الانترا يوريثرال بريشر، والارج اوفر اكتيفيتي اوف ديتروزر ماسل، والاوفر فلو ده مش تبعنا يعني، بس هي بتكون العضله بتاعت الديتروزر ضعيفه ف البلادر بتانفليت كتير يعني على ما تنزل اليورين اللي فيها. بعد كده بقى معانا ايه؟ الجينيوين ستريس انكونتيننس. هو الستريس انكونتيننس بس بيقول لك يعني الاصل، يعني مش عارفه اصل ايه، بس هو الستريس انكونتيننس. احنا قلنا الستريس انكونتيننس هو انفولنتري اسكيب اوف يورين، في يورين بينزل بالغصب عنك بسبب ان الانترا ابدومينال بريشر بيكون عالي فبيغلب الانترا فيزيكال بريشر، فبيغلب فبيعلي الانترا فيزيكال بريشر فبيغلب الانترا يوريثرال بريشر. تمام، طيب بيقول لك ان هو بقى ايه
which ends abruptly with end of act. يعني انت خلاص اول ما بطلت كحة التصرف بتاع اليورين هيبطل، ترجع تاني هيرجع تاني. الكوزز بتاعته هي نفس كوزز البرولابس اللي ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل شوية. وهي كلها ضعف عضلات، فبقينا ضعف عضلات فليها كذا سبب. يعني ممكن يبقى كونجينيتال، يعني الشخص ده مولود اصلا الليفيتر النايل بتاعته ضعيفة. ممكن يبقى تروماتيك، حصلت مشكلة مثلا لست اوبستريك مثلا وهي بتعمل سيرجري ف الليفيتر النايل بتاعتها اتأثرت يعني. وممكن يبقى بوست مينوبوزل، ده يعني الاشهر بيتهيألي ان هو بيكون بوست مينوبوزل، علشان الست بعد ما بتوصل لسن اليأس او ما تخلوش نقول بقى سن اليأس، البوست مينوبوز يعني الاستروجين بتاعها بيقل بكمية كبيرة جدا. والاستروجين اصلا ليه عامل كبير جدا في قوة العضلات، فلما يقل العضلات وقتها ايه هتضعف. فلو احنا جينا نتكلم عن التريتمنت، واحنا هناخد الاكتف بس وهناخد منه الكونزرفاتيف. ميديكال تريتمنت طبعا ده كله الستريس انكونتيننس. ميديكال تريتمنت ان الدكتور هيديها استروجين ايا كان بقى هي بوست منوبوز او لا، يبقى هيديها ايه استروجين. استروجين هيساعد في تقويه العضلات خصوصا لو هي بوست منوبوزل، علشان هي الاستروجين بتاعها بيكون قليل جدا. وممكن بقى فيزيوثيرابي، بلفيك فلور اكسرسايز طبعا علشان نقوي العضلات، هو الفيزيوثيرابي عشان نقوي العضلات، الكتريك ستيميوليشن او بلفيك فلور. عندنا بقى تالت حاجه البيسرز. البيسرز دي برضو اللي بنستخدمها في وقت البرولابس بس مش نفس الشكل يعني، اور اوكلوزيف ديفايسز يعني حاجات تسد الدنيا كده. احنا هنستخدم بيسري، بس هنيجي نحط البيسري في اليوريسترا، الدكتور هيجي يحط البيسري في اليوريسترا هيلاقي ان اليوريسترا ايه ضيقه جدا جدا، مش تاخد البيسري اللي هو باين في الصوره ده، البيسري بيبقى كبير شويه عن فتحه اليوريسترا، فيقوم حطه فين؟ حطه في فتحه الفاجينا. لما يحطه في فتحه الفاجينا وقتها مش هيكون الهدف ان هو مثلا يسد الفاجينا، لا هو هدفه ان هو ايه يضغط على البلادر على اليوريسترا، لان الفاجينا جنب اليوريسترا، فلما يدخلها جوه الفاجينا هيضغط على اليوريسترا فيضيقها فما يخليهاش بسهوله تفتح. وقتها طبعا هيكون عندنا مشكله انها لما تيجي تعمل حمام مش هتعرف انها يعني تنزل اليورين بطريقه كويسه، فهو وقتها اصلا بتشيلها. يعني هي لما تيجي دخلت ميكتيوريت بتشيل البيسري وترجع تحطها تاني، هو بيستخدمها بري اوبريتيفلي على ما تيجي تخش بقى تعمل عمليه. الهوم بيشنت از انفيت فور سيرجري، يعني اصلا هي ما تنفعش تعمل عمليه اساسا، فهو ده بيكون حل مناسب ليها. زي اليفيت ذا بلادر نيك ريجون. بس كده نراجع بقى كده اليورينري انكونتيننس كله من الاول. عرفنا ان هو involuntary loss of urine، ونكمل ولازم نكمل social or hygienic problem is objectively demonstrated الانسيدنس، كل ما العمر بيزيد كل ما الانسيدنس بتاعها بيزيد تمام. بعدين الكلاسيفيكيشن continuous incontinence و intermittent incontinence. بصوا اي حاجة يقول لك فيها ايه هو الانكونتيننس اللي بيحصل لما اليورين بيخرج من خلال الفاجينا، نعرف ان هو ايه continuous على طول. نبدأ نشك بقى ونركز هنختار اني واحد total ولا partial. يعني احنا في الانترميتنت ما شفناش خالص ان هو بيخرج من الفاجين، هو بيخرج من اليوريسرا عادي جدا. وهو بيقول لك ان هو ايه ان ذا بيشن از اولويز ويت. التوتال انكونتيننس بقى بيكون بسبب الفيزيكو فاجينال فيستيولا، بس الفيستيولا اللي بتحصل هو فيزيكو فاجينال. البارشال بيكون فيزيكو فاجينال برضو، ولكن بتكون مستواها فيري هاي او سمول، وكمان فيستيولا ممكن تحصل يونيلاترال يوريترو فاجينال فيستيولا. التوتال انكونتيننس بيكون لما يقول لك اولويز ويت، اولويز ويت تختار توتال. لما يقول لك ويت بس ويت، هو طبعا هو استحاله يجيب لك السؤال كده، بس اي حاجه فيها مي هنختار فيها بارشل. اولويز نيفر، نيفر برضو نيفر ديستنس يعني البلاطه ما بتتنفخش خالص، نيفر فيلز ديزاير برضو هيبقى توتال. انما بقى البرش انكونتيننس بي ميد ستند بلادر ميد ستند وما وبيحس بديزاير عادي جدا، اللي هي برضه نفس معنى ان هو بيمكتوري بات ليس فريكوينتلي ذان نورمال تمام. انترميتنت انكونتيننس بقى اليورين بس انترميتنتلي اند ذا بيشن از دراي ان بتوين. المين تايبس ستريس انكونتيننس وايرج انكونتيننس. الستريس انكونتيننس عرفنا ان هو بيحصل بس في حالات معينه، كحه بقى عطس زي ما هو باين في الصوره كده، انفعال اي حاجه، وبيكون بسبب اليوريسترا نفسها فيها مشكله. بيقول لك involuntary loss of urine when the intravesical pressure exceeds the intrauterine pressure due to increase in intra-abdominal pressure. على فكره هو intra-abdominal pressure ارتفاع فيه مش هو السبب الاساسي، ده طبيعي يعني كل اللي بيكح وكل اللي بيتصل بيحصل له increase في intra-abdominal pressure، بس الفكره ان اليوريسترا نفسها والليفيتو اناي ضعاف مش قادرين يقاوموا الضغط اللي جاي عليهم ده.
والارج انكونتيننس هو انفولنتري لوس اوف يورين اسوشيتد ويز ا سترونج ديزاير تو فويد، بتبقى عايزه انها تفضي بتضرب اي طريقه، دي تو ديتروزر ديتروزر انستابيليتي. ونخلي بالنا من الديتروزر دي الاسم ده عشان ممكن يجي، ودي صوره بقى بتوضح. عندنا بقى الجينيوين ستريس انكونتيننس هو برضو ستريس انكونتيننس انفولنتري سكيب اوف ا سبيرت اوف يورين سيمولتينوسلي ويز انكريز انترا ابدومينال بريشر ويتش اندز ابرابتلي ويز اند اوف اكت، او ما بطل كحه بيبطل نزول اليورين. الكوزس كونجينيتال وتروماتيك وبوست مانيبوزل. التريتمنت بقى كونزرفاتيف، هو درس اللي علينا ميديكال، ان بنديله استروجين، فيزيوثيرابي بلفيك فلور، اكسرسايز الكتريك ستيميوليشن بلفيك فلور. البيسريز، ونخلي بالنا ان نوع البيسريز اللي بنستخدمه هنا في اليورينري انكونتيننس مش هم، ما ينفعش يبقى رينج بيسري، ما ينفعش يبقى رينج بيسري اللي احنا بنستخدمها في برولابس لسه هنشوفها يعني. المهم ان احنا البيسري دي بنحطها فبنسد فيه، بندخلها جوه الفاجينا فبتضايق اليوريثرا شويه، لما بتيجي تخش تعمل ميتيوريشن بتشيلها وترجع تحطها تاني وهكذا. بس كده هو ده اللي علينا في اليورينري انكونتيننس. بس بعد كده معانا بقى الجينيتال مال بوزيشن. مال بوزيشن يعني تغير الوضع او المكان الطبيعي للشيء. يبقى الجينيتال مال بوزيشن ان الجينيتال اورجنز حصل لها حاجه غيرت مكانها او وضعها الطبيعي. هو العنوان جينيتال مال بوزيشن، بس الدكتور ما اتكلمش عن التايبس بتوعه، ما علينا يعني. هنتكلم عن اليوترس وهنعرف مكانه ووضعه الطبيعي، ولو اتغير يبقى حصل له مال بوزيشن. اليوترس من بدايه الترم واحنا عارفين ان هو بيقع في البلفس. طب فين بالظبط في البلفس؟ فوق تحت يمين شمال؟ هو كان في النص، كان سنترال اورجن، بيقع في نص البلفس بالظبط زي ما هو باين في الصوره كده. في حاجه كمان بقى برضو هناخدها تعرفنا اذا كان المكان ده صح او لا، حاجه اسمها الاكسترنال سيرفايكال اورفيس. اورفيس يعني فتحه، سيرفايكال جاي من السيرفكس. طب اكسترنال سيرفايكال دي بتقول ان الفتحه دي بين مين ومين؟ بين السيرفكس والفاجينا، بتكون موجوده هنا كده بالظبط. ونخلي بالنا عشان في حاجه اسمها انترنال سيرفايكال اوريفيس، دي بقى اللي بتكون بين اليوترس والسيرفايكال والسيرفكس، تمام؟ ما علينا. الاكسترنال سيرفايكال اوريفيس دي المفروض انها بتكون في نفس مستوى الاسكيل سباين بالظبط. الاسكيل سباين موجوده في البوستير بوردر، يعني المفروض تبقى طالعه من هنا كده مثلا، هما المفروض يكونوا على نفس المستوى. لو طلعت فوق نزلت تحت كده، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير انه حصل لها مال بوزيشن. بس كده كده خدنا المكان الطبيعي لليوترس. طب ايه هو الوضع الطبيعي لليوترس في مكانه ده؟ بصوا يا شباب، اليوترس عضو مش عمودي، يعني مش واقف على حلو كده، يعني ما فيش نقول عليه ايه فيرتيكال يوترس. فيرتيكال يوترس ده اصلا مصيبه، ماشي؟ المفروض ان هو بيكون مايل لقدام شويه، ونركز لقدام يعني نايم على الاورجان اللي قدامه. طب ايه هو كان الاورجان اللي قدامه؟ اهو اليورينري، اليورينري بلادر هي اللي كان بينام عليها الاورجان على اليوترس. معنى ان هو بيبقى نايم على اليورينري بلادر، ده وضع بنسميه ال AVF Antiverted Antiflexed Uterus. طب Antiverted دي يعني ايه اصلا؟ ان اليوترس كله على بعض، الفندس بالبادي بالسيرفكس كله بقى مواجه الانتيرو ابدومينال وول، بقى ناحية الانتيرو ابدومينال وول، ساب البوستيرو وبقى ناحية الانتيرو، تمام؟ يبقى ده الوضع الطبيعي ال AVF. طب يعني ايه Antiflexed اصلا؟ Antiflexed ان البادي بتاع اليوترس عامل زاوية فليكشن مع السيرفكس، جزء من اليوترس عامل فليكشن مع جزء من اليوترس، هتاخده في السبورت. ما علينا، ما ينفعش يبقى نايم على الريكتم، يعني بيبقى ما يعني ما ينفعش يبقى نايم على الريكتم كده، ما ينفعش. الوضع ده بنسميه ايه؟ ار في اف ريتروفيرتد بقى، ده هيسبب اصلا مشاكل في الريكتم وفي اليوترس نفسه، ماشي. حاجه كمان ان اليوترس مش عضو افقي كده بالظبط، يعني مش موازي للارض بالظبط، لا، المفروض ان هو بيكون واخد شويه ديكسترو روتيشن، يعني واخد شويه دوران كده. طب ناحيه انهي جانب؟ المفروض الطبيعي ناحيه الجنب اليمين، يعني اليوترس المفروض يكون متدور كده، يعني لو جينا نرسمها هنلاقي ان هو مثلا كده، هو مش الدرجات دي يعني، هو مش كده بالظبط بس مش عارفه ارسم. لما يتضير ناحيه الجنب اليمين هنلاقي ان الجنب الشمال بقى هو المواجه الانتيرو الابدومينال وول اكتر. طب مش الجنب الشمال كله طبعا، في حاجه اسمها الليفت كورنو، الكورنو اللي هو بصوا هنلاقيه هنا، كورنو المكان اللي بيخرج منه الفالوبيان تيوبس اهو، هو ده، تمام. الليفت كورنو بقى ناحيه الجنب الشمال، ماشي. يبقى الليفت كورنو هي اللي ناحيه الابدومينال وول اكتر، تمام. يبقى لو جينا نقرا بقى هنلاقي ذا نورمال سايد اوف ذا يوترس ان ميدل اوف ذا بيلفس، ماشي. cervical external os دي يعني اورفيس، at level of ischial spine ماشي، antiverted flexed uterus ماشي، slight dextral rotation with left corner nearer to anterior abdominal wall ماشي. بس كده هو ده يعني ايه
الوضع الطبيعي والمكان الطبيعي لليوترس. اي حاجه غير كده بقى يبقى حصل له ايه؟ مالبوزيشن. ماشي، يبقى احنا كده خدنا هو المكان بتاعه فين الطبيعي والوضع بتاعه ايه. ايه بقى الحاجات اللي بتخليه يكون ثابت في مكانه ده او بتعمل له سبورت؟ اول حاجه تيجي في دماغنا على طول هي الليجامنتس، وطبعا الليجامنتس هي الحاجه الاساسيه، ومهما نلف ومهما ندور هنرجع تاني لنفس الليجامنتس. بيقول لك انه مقسمها لثلاث حاجات: ابر سبورت وميدل سبورت ولور سبورت. طب على اساس ايه ابر وميدل ولور؟ على اساس ان الريبرودكتيف سيستم المفروض يتعامل كله على اساس ان هو عضو واحد، لان لو ثبتنا اليوترس مثلا وسايبين الدنيا تحته عايمه، لا الدنيا اللي تحته عايمه دي لا هيكون لها تاثير شديد عليه، ممكن تعمل له برولابس معاه. انما لو مثلا ثبتنا اليوترس، ثبتنا اللي تحته وسيبنا اليوترس نفسه عايم، لا اليوترس برده هيقع. فلازم كل يكون متثبت. الابر سبورت بقى بيكون خاص بايه؟ خاص باليوترس بس، اليوترس لوحده. نشوف بيقول ايه بقى. ان الابر يوتراين سبورت معتمد على ايه؟ على النورمال اي في اف بوزيشن. طب ده ازاي؟ لو رجعنا نقول نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، اي في اف بوزيشن عرفنا ان هو انتي فيرتد انتي فليكسد، يعني في زاويه بنسميها زاويه الانتي فيرجن وزاويه بنسميها زاويه الانتي فليكشن. الانتي فيرجن ان هو مايل لقدام، والمايل لقدام ده يعني ايه؟ سند على البلادر. طب الانتي فليكشن الزاويه دي اللي احنا قلنا ان بيكون في شويه فليكشن بين السيرفكس وبين البادي بتاع اليوترس نفسه. طب ده بيساعد ازاي؟ مبدئيا ان هو نايم على على اليورينري بلادر، يعني في عضو تحتيه ماسكه كده، والعضو طبعا تحته فاشيه وتحته مش عارف ايه، فمسنود جامد جدا يعني. تاني حاجه ان ده بيقلل تاثير الجرافيتي جدا عليه، لما تكون انت واقف مستقيم غير لما تكون مثلا راكع كده لقدام وفي حاجه كمان تحتك، ف يعني لا تاثير الجرافيتي قلل جدا، قل جدا. البيزو سبورت بيزيد فبيقلل تاثير الجرافيتي عليك. الريترو فيرجن بقى لو احنا نفتكر، احنا قلنا الريترو فيرجن ده اللي هو ايه؟ ان اليوترس راجع لورا، راجع لورا يعني تقريبا بيبقى في نفس مستوى الفاجينا، يعني مستقيم كده بنفس مستوى الفاجينا. لما يكون في نفس مستوى الفاجينا يعني الفاجينا هتاخده وتقع بسهوله، خصوصا ان تاثير الجرافيتي هيبقى كبير قوي عليه، يعني كانك واقف، ده تاثير الجرافيتي هيكون كبير عليك، فالفاجينا هتاخده وتقع. خصوصا بقى يا سلام لو في بيبي مثلا جوه في جوه اليوترس، هياخد البيبي واليوترس والفاجينا ويقعوا. تمام. لما يحصل بقى ريتروفليكشن، يعني ريتروفيرجن ان هو بيكون كده، ريتروفليكشن بقى انه ايه؟ انه اليوترس ده بيكون نايم على الريكتم من ورا، فده طبعا هيأثر على الريكتم ويأثر على عمليه الاخراج وهيأثر على اليوترس نفسه. تمام ماشي. بيقول لك بقى هناخد، مش عارفه ليه كل شويه اجيب قلم. بيتكلم بقى هو هنا عن الانجلز، بيقول لك ان في زاويه انجل اوف انتي فليكشن وانجل اوف انتي فيرجن. نبدا بالانجل اوف انتي فيرجن. احنا قلنا ان الانتي فيرجن ده مين اللي بيعمله؟ اليوترس كله على بعضه، الفندس والبادي والسيرفكس. طب بما انه هو اللي بيميل كله، يبقى الزاويه اللي هيعملها هيعملها مع مين؟ مع الفاجينا. الحاجه اللي بعديها يبقى الانجل اوف انتي فيرجن دي بتكون بينه ومين ومين؟ اليوترس كله مع الفاجينا. بس احنا هنتكلم على اخر حته في اليوترس على طول، اللي هي مين؟ السيرفكس. يبقى السيرفكس مع الفاجينا بيدينا انجل اوف انتي فيرجن. طيب الانجل اوف انتي فليكشن، قلنا ان الانجل اوف انتي فليكشن بتكون شويه زاويه فليكشن بين السيرفكس والبادي بتاع اليوترس. طيب لو جينا نشوف رسمه بقى بتبين الموضوع ده، الرسمه دي حلوه. بيقول لك بقى ان احنا قلنا ان الانجل اوف انتي فيرجن بتكون زاويه بين اللونجيتودينال اكسس بتاع الفاجينا واللونجيتودينال اكسس بتاع السيرفكس، واحنا عايزين نبصمج يعني انتي فيرجن فيها في والفاجينا فيها في، يبقى هي بين الفاجينا والسيرفكس. واللونجيتودينال اكسس هو الاكسس اللي بيكون بطول الاورجان، ونخلي بالنا ان هنا السيرفكس هو ده لان ده البادي، يبقى اللونجيتودينال اكسس بتاع السيرفكس اهو واللونجيتودينال اكسس بتاع الفاجينا اهو. الزاويه اللي بينهم بتكون من 90 ل 120، نخلي بالنا لان ممكن تكون زاويه مهمه او لا مش عارفه. وهنا في الانتي فليكشن بتكون بين اللونجيتودينال اكسس بتاع السيرفكس واللونجيتودينال اكسس بتاع البادي بقى. الزاويه دي بتكون كام؟ 160 تقريبا. طيب ايه بقى اللي بيحافظ لنا على الزوايا دي، او ايه اللي بيدينا الزوايا دي؟ في الاثنين في ثلاث حاجات بيديهن. احنا هنبدا نبصمك بقى، في ثلاث حاجات بيديهن. الانتي فليكشن اللي بيدينا الزاويه دي التون اوف راوند ليجمنت والتون اوف يوتراين ماسل والانترا ابدومينال بريشر. طب في الانتي فيرجن التون اوف يوترو ساكرال ليجمنت والتون اوف راوند ليجمنت والانترا ابدومينال ماسل. يبقى احنا لو جينا نبصمك هنلاقي ان في الانتي فليكشن والانتي فيرجن الاثنين فيهم انترا ابدومينال والبريشر والتون بتاع الراوند ليجمنت. اللي بيميز الانتي فليكشن اليوتراين ماسل، واللي بيميز الانتي فيرجن اليوترو ساكرال ليجمنت. تمام. نوضحها اكتر برسمه بقى اهي. برضو عندنا الراوند ليجمنت اهو، راوند ليجمنت اهو اللي هو بالطول ده. نشوف بس الرسمه عشان لو حطيتها مش هتشوفوها. لو نلاحظ ان هو شادد
الجزء اللي قدام من اليوترس، معنى ان هو شده يبقى هو فعلا خلاه يميل. لا انت فعلا اديتني كده، خليتني ان انا اكون انتي فليكشن وانتي فيرجن عادي. وفي ورا اليوترو ساكرال ليجامنت، اليوترو ساكرال ليجامنت اهو ماشي، ده اللي بيدينا الايه الانتي فيرجن، يعني ده بيخليه مميل. يبقى نركز، احنا بس قلناها بس عشان ايه نوضح الدنيا مش اكتر. يبقى احنا كده ثبتنا اليوترس نفسه من فوق، يبقى الابر سبورت اليوترس نفسه اتثبت من فوق. قبل بقى ما نثبت الجزء اللي تحت من الريبرودكتيف سيستم اللي هو الفاجينا، نثبت الجزء اللي في النص اللي هو مين السيرفكس، نثبت السيرفكس. طبعا تثبيت كل واحد فيهم بيؤدي لتثبيت الثاني. بيقول لك بقى ان الميدل يوتراين سبورت ذا موست امبورتنت، يعني اهم سبورت فيهم. لو احنا جينا معاك حاجه لو معاك حاجه كده وجيت ثبتها من قدام ومن ورا وسبت النص فاضي، يبقى اي بريشر او اي حاجه تقع عليها تعمل ايه، تؤدي لكسرها او قطعها. نيجي بقى احنا نثبتها من النص، يبقى قابلني لو حاجه حصلت لها. تمام، يبقى دي فكره ان الميدل يوتراين سبورت ذا موست امبورتنت سبورت كولد ايه ترو يوتراين ليجامنت، وليه اسم تاني السيرفايكال ليجامنتس. ليه سيرفايكال؟ قلنا علشان الجزء ده بيكون مختص بان كل حاجه واصله للسيرفكس. ماشي، هو بيتقسم بقى لثلاثه ليجامنتس، انتيريور سيرفايكال ليجامنتس وبوستيريور سيرفايكال ليجامنتس ولاترال سيرفايكال ليجامنتس. انتيريور سيرفايكال ليجامنتس هناخد الاسم كده نفصصه، هنعرف هو رايح فين وجاي منين ونشوف ايه. اما ده بيقول لك انتيريور يبقى هو قدام، سيرفايكال يبقى هو السيرفكس، يبقى هو ايه جاي من قدام السيرفكس. السيرفكس اهي وهو جاي من قدامها، بما انه جاي من قدامها يبقى هو رايح لحاجه ثانيه من ورا. الحاجه الثانيه منين؟ من ورا. يبقى جاي من قدام السيرفكس رايح لورا حاجه. الحاجه اللي هو رايح لها دي بقى ايه؟ السيمفيسس بيوبس. السيمفيسس بيوبس دي عظمه هنا كده ماشي، السيمفيسس بيوبس اهي، وهو بقى ايه الليجامنت ده رايح لها. يبقى خارج من قدام السيرفكس ورايح للباك اوف سيمفيسس بيوبس. ماشي، ده اللي هو مكتوب. عشان كده هنسمي الليجامنت ده الانتيريور سيرفايكال ليجامنت. الاسم الثاني بتاعه ايه بما انه رايح بين السيرفايكال والسيمفيسس بيوبس؟ بيوبو سيرفايكال. بيوبو عشان سيمفيسس بيوبس والسيرفايكال علشان السيرفكس. اللي هنشوف بقى الاتاتشمنت بتاعه ايه، فروم انتيريور بارت اوف سوبرا فاجينال سيرفكس، الجزء اللي على طول فوق الفاجينا بتاع السيرفكس، السيرفكس اند انتيريور فورنكس. انتيريور فورنكس دي بصوا، الفورنكس دي يا جماعه هي الانتيريور فورنكس هي اخر حته في اليوترس بس من قدام اهي، هو متشاور عليها انتيريور فورنكس اهي اللي هي الحته دي. وعندنا برضو البوستيريور فورنكس من ورا، هنشوفها انها هتعمل اتاتشمنت بس في البوستيريور سيرفايكال ليجامنت بقى. يبقى الانتيريور فورنكس هي اللي بتعمل اتاتشمنت في الانتيريور سيرفايكال ليجامنت. يبقى البيوبو سيرفايكال ليجامنت خارج من الانتيريور بتاع السيرفكس و الانتيريور فورنكس رايح للباك اوف سيمفيسس بيوبس. ماشي، حاجه كمان بقى بالنسبه للليجامنت ده، احنا لو جينا نشوف الليجامنت هنا على الصوره هنبص نلاقيه اهو السيرفكس قدامنا اهو، وهو خارج من قدام السيرفكس ورايح للسيمفيسس بيوبس اهو، تو ليجامنتس اهو. ماشي، مين اللي في النص بقى؟ يعني الليجامنتس حشره مين في النص؟ حشره اليورينري بلاتر. دي اليورينري بلاتر. الليجامنت دي لو كانت قويه وشده ايه اللي هيحصل؟ ان البلادر لما تيجي تتملي مش هتعرف تتنفخ فهتقوم مفرقعه. المفروض ان البلادر سوفت تيشو، سوفت تيشو يعني بياخد راحته شويه، لما تيجي بتستند براحتها فبالتالي بتتملي ميه على قد ما تقدر. لكن لما يكون الليجامنت دي مشدوده وقويه هتخليها تقوم مفرقعه بدل ما تتنفخ. فعشان كده سبحان الله ربنا ميز البيوبو سيرفايكال ليجامنت ده ان هو يكون ايه؟ ويك. وويك مش معناه ان هو ضعيف يعني ملوش لازمه، لا، ويك يعني هو مرخي شويه ماشي، مش تايتند، مرخي علشان لما تيجي البلادر تستند تسمح له ان هو تسمح ان هي ايه يعبي ميه على قد ما يقدر. يبقى هو بيقول لك ان هو ايه ويكست ليجامنت. هنلاقي ان هو اضعف ليجامنت في الليجامنتس دول كلهم سواء انتيرور او بوستيرور او لاترال، هو اضعف ليجامنت في السيرفايكال ليجامنت كلها. بينج ويك الاو ديستنشن اوف يورينري بلادر. ماشي، تاني ليجامنت هو البوستيرور سيرفايكال ليجامنت. البوستيرور سيرفايكال ليجامنت اهو بيبقى خارج من البوستيرو بتاع السيرفكس رايح لحاجه ورا السيرفكس، حاجه زي هتكون ايه؟ هتكون الساكرم، وطبعا الانتيريور سيرفيس بتاع الساكرم. الاسم الثاني بتاعه هو اليوترو ساكرال ليجامنت. يوترو على اساس يوترس يعني ما حددش السيرفكس، وساكرم عشان رايح للساكرم. فروم بوستيرو بارت اوف سوبرا فاجينال سيرفكس، نفس الكلام اللي قلناه في الانتيريور بس هو بوستيرو. اند بوستيرو فورنكس تو ساكرم. بوستيرو فورنكس اهي اللي احنا قلنا ان هي اخر نقطه في اليوترس من ورا، واصله لفين؟ رايحه للسيرفكس. ماشي، رايحه للساكرم. ماشي،
حاجه كمان بقى خاصه بالليجامنت ده، ان هو بيقول لك ان هو فيرتيكال ليجامنت، فيرتيكال ليجامنت لانه يعتبر شبه عمودي فعلا، الصوره مبينه ده. مستوى السكرم اعلى بكتير من مستوى السيرفكس، فبالتالي لما يتوصل بينهم ليجامنت هتحس ان هو ايه، شبه عمودي شويه. ماشي، بيقول لك ان الليجامنت ده سترونج، احنا خدنا ان الانتيريور ويك علشان البلادر، البوستيرور سترونج، والبوستيرور ده القوه بتاعته او السترينث بتاعه بين الانتيريور وبين اللاتر، يعني هو اقوى من الانتيريور بس اضعف من اللاتر، عشان كده نقول سترونج بس مش فيري سترونج. حاجه كمان فيه او وظيفته ايه، ان هو بيمينتين الاي في اف بوزيشن. لو نفتكر ان احنا قلنا في الابر سبورت في الانتي فيرجن انجل ان في ليجامنت اسمه يترو ساكرال ليجامنت، احنا هنجيبها علشان نفتكرها كده واحنا لسه بنتكلم، قلنا ان في ليجامنت اسمه يترو ساكرال ليجامنت بيساعد على الانجل اوف انتي فيرجن، وبانه بيساعد على الانجل اوف انتي فيرجن يبقى هو بيساعد على الاي في اف، يبقى بيساعد في السبورت بتاع مين، بتاع اليوترس. ماشي، اخر ليجامنت بقى من الليجامنتس بتوع الميدل يوتراين سبورت هو اللاترال سيرفايكال ليجامنت، من اسمه ان هو خارج من اللاترال سيرفكس. طيب رايح فين؟ رايح لللاترال بلفيك وول، يبقى خارج من اللاترال سيرفكس رايح لللاترال بلفيك وول، الاثنين لاترال. يبقى الاسم وليه اسمين كمان على فكره، اسم كاردينال ليجامنت والماكروز ليجامنت، وركز في الماكروز ده لانه ممكن يعني لو هيجي من تبع الاسماء ممكن يسالك في ده. الاتاتشمنت بتاعه فروم لاترال بارت اوف سوبرافاجينال سيرفكس and lateral fornix، هي المفروض fornix مش fornix، lateral fornix اللي هي اهي وهي جمع fornix fornix، عشان كده هو قايل fornix. بيروحوا من lateral fornix رايحين لفين؟ lateral pelvic wall. ماشي، خصائص بقى الليجامنت ده ايه؟ مبدئيا هو في الصوره هو الليجامنت اللي لونه رمادي ده اللي هو مفلطح ده، بيكون شكله شكل الفان شيب، شكل المروحه، شكل المروحه مفلطح، عشان كده بص ايه مفلطح كده. وهو مش بيشتغل بس از سبورت لليوترس، لا هو ليه كمان وظيفتين، ان هو بيعدي منه اليوريتريك كانال، اليوريتريك كانال دي اللي هي القناه بتاعه اليوريتر اللي بيكون فيها اليورين، تمام. تاني حاجه ان البلاد سبلاي بتاع اليوترس بيعدي فيه، بلاد سبلاي بتاع اليوترس ده ليه اسم تاني بنسميه الميزنتري اوف يوترس، ميزنتري اوف يوترس هو هو البلاد سبلاي اوف يوترس. ماشي، يبقى انا يعني وانا بشرح كده لقيت ان الليجامنت ده اقوى ليجامنت في الثلاثه ليجامنتس دول. طب ليه؟ مبدئيا هو بيوصل بين السيرفكس والبلفيك وول، يعني حاجه كبيره، البلفس ده نفسه حاجه كبيره. تاني حاجه ان هو مش بيشتغل از سبورت بس، هو كمان بيعدي فيه كانال وبيعدي فيه بلاد فيسلز، فلازم يبقى قوي علشان ايه يقدر يحميهم. يبقى احنا كده خدنا الثري ليجامنتس بتاع الميدل يوتراين سبورت، خلاص ثبتنا اليوترس ذات نفسه من فوق من الابر يوتراين سبورت، وثبتنا السيرفكس اللي هو الميدل يوتراين سبورت، وهنثبت بقى ايه الفاجينا اللي هو اللور يوتراين سبورت. احنا خلاص وصلنا للفاجينا اللي هو الريبرودكتيف سيستم، كده خلاص خلص. ايه بقى اللي تحت الريبرودكتيف سيستم وبيسنده من تحت؟ البلفيك فلور، والبلفيك فلور زي ما هو باين في الصوره كده ان هو عباره عن ايه، ماسلز. اهم عضله فيهم هي الليفيتور ايناي ماسل، الليفيتور ايناي كانت 3 بارتس، بيوبو ريكتالس وبيوبو كوكسجيس واليو كوكسجيس، ما علينا من البارتس بتاعتها، يعني المهم انها مهمه وبتساعد في ايه، بتمنع الفاجينال برولابس، فبتمنع اليوترين برولابس. يبقى احنا كده خلصنا المال بوزيشن كله، وخلصنا السبورت بتاع اليوترس. نراجع بقى تاني، قلنا الجينيتال مال بوزيشن هو ان حصل تغير في المكان والوضع بتاع الجينيتال اورجنز. النورمال سايد بتاع اليوترس قلنا ان هو بيقع في الميدل في نص البلفيس بالظبط، وفي السيرفايكال اكسترنال اوريفيس بتكون في نفس مستوى الاسكيال سباين، واليوترس المفروض انه يكون واخد وضع الاي في اف انتيفيرت انتفليكسد يوترس، وبيكون في سلايد ديكستر روتيشن، شويه روتيشن ناحيه اليمين، فبما ان الروتيشن ناحيه اليمين فالليفت كورنو اللي هو الحته اللي فوق اللي في اليوترس بقت هي الاقرب للانتيريور ابدومينال وول. ماشي، اليوتراين سبورت خدنا ابر سبورت وميدل سبورت ولور سبورت، الابر يوتراين سبورت بيتمثل في الاي في اف وعرفنا ليه. طيب وعندنا ايه هي الانجلز بتاعت الاي في اف؟ الانتي فيرتد انتي فيرجن انكل والانتي فليكشن انكل. انجل الانتي فيرجن انكل انجل بتكون بتوين اللونجيتودينال اكسس بتاع السيرفكس واللونجيتودينال اكسس بتاع الفاجينا، فيرجن في وفاجينا في. الانتي فليكشن انجل بتكون الانجل بتكون بتوين اللونجيتودينال اكسس بتاع اليوتراين بودي واللونجيتودينال اكسس بتاع السيرفكس، بتكون كام؟ 60 درجة. ماشي، ايه بقى اللي بيخلي الانتي فليكشن انجل دي موجوده؟ التون اوف راوند ليجامنت والانترا ابدومينال بريشر،
وبرده ايه اللي بيخلي الانجل اوف انتي بريدج فيرجن؟ برده التون اوف راوند ليجمنت والانترا ابدومينال بريدج. ايه اللي بيميز بقى الانترا الانتي فيرجن انجل؟ اللي بيميز الانتي فيرجن انجل وجود وجود اليوترو ساكرال ليجمنت، واللي بيميز الانتي فليكشن انجل وجود اليوترين ماسلز. ماشي. الميدل يوتراين سبورت بقى انتيرو سيرفايكال ليجمنت وبوستيرو سيرفايكال ليجمنت و لاترال سيرفايكال ليجمنت. وعرفنا ان الميدل يوتراين سبورت ده هو اهم سبورت عشان الحاجه ما تتقطعش او تتكسر بسهوله. وكولد برضو ترو يوتراين ليجمنت او السيرفايكال ليجمنت ان كلها خارجه من السيرفيس. الفرق بقى بين الانتيرو والبوستيرو واللاترال هو انها بادئه بايه، بادئه بانتيرو ولا بادئه بوستيرو ولا بادئه بلاترال. لو بادئه بانتيرو تبقى خارجه من الانتيرو بتاع السيرفيكس وراح الحاجه قدام السيرفيكس. الحاجه اللي قدام السيرفيكس هي مين؟ السيمفيسيس بيوبس. طيب ولو خارجه، لو هي بوستيرو سيرفايكال ليجمنت يبقى هي خارجه من البوستيرو بتاع السيرفيكس وراح الحاجه ورا السيرفيكس اللي هو مين؟ الساكرم. طب لو لاترال تبقى هي خارجه من الجنبين بتوع السيرفيكس وراحه لللاترال بلفيك وول. مين اضعف واحد فيهم؟ الانتيرور سيرفايكال ليجمنت. ليه؟ علشان يخلي البلادر تستند براحتها. تمام. مين تاني اضعف واحد فيهم او الاقوى بقى، اقوى من الانتيرور؟ هو البوستيرور سيرفايكال ليجمنت، وبنسميه فيرتيكال ليجمنت لانه اعلى بكتير من مستوى المستوى السكرم، اعلى بكتير من مستوى السيرفكس، فبالتالي بتحسه كده ايه، واخد هيئه الفيرتيكال، وبيساعد في الاي في اف بوزيشن عشان قلنا الانتي فيرجن انجل. وبنسميه ايه؟ يوترو ساكرال ليجمنت، خارج من حاجه تبع اليوترس وراحه للساكرم. اللاترال سيرفايكال ليجمنت بيكون اسمه كاردينال ليجمنت او باكن روتس ليجمنت، وخارج من وعرفنا خارج منين بقى. والخصائص بتاعته ان هو بيكون ايه؟ فان شيبد. اهم حاجه نعرف ان هو فان شيبد، والاكتر واحد فيهم قوي لان بيعدي فيه اليوريتريك كانال وبيعدي فيه اليوتراين بلاد فيسلز. اخر حاجه هو اللور يوتراين سبورت. خلاص احنا وصلنا للبلفيك فلور، وهي اهم عضله فيهم مين؟ الليفيتور ايناي. والليفيتور ايناي بتمنع مهم علشان الفاجينال برولابس واليوتراين برولابس. ندخل بقى على اخر عنوان معانا ان شاء الله، هو الجينيتال برولابس. احنا محتاجين بس نصلي على النبي كده ونوحد الله علشان نعرف نكمل. الجينيتال برولابس يعني ايه؟ يعني ان عضو او اكتر من اعضاء الجينيتال سيستم حصل له سقوط، يعني وقعت من مكانها. تمام تمام. طب تفتكروا كده ايه ممكن السبب اللي يكون ادى ان البرولابس ده يحصل؟ زي ما احنا قلنا ان السبورت اللي كان مثبت الريبرودكتيف سيستم ده حصل له مشكله خلت الاورجن ما بقاش مكان، زي مثلا ضعف في الليجامنتس او ضعف في البلفيك فلور ماسل اللي هي اهم حاجه فيهم مين؟ الليفيتور ايناي، اللي معظم شغل الفيزيوثيرابي في النساء بيكون على العضله دي. ماشي. بيقول لك في التعريف ان هي vertical downward، واحنا محتاجين نركز في حتة انه بيقول انها vertical downward. vertical downward فيه كلمتين مبدئيا، انها vertical يعني عمودية، downward يعني ما بتروحش، يعني vertical يعني عمودية ما بتروحش ولا يمين ولا شمال، downward يعني بتنزل لتحت ما بتطلعش لفوق. طب هي ممكن تطلع لفوق ازاي؟ الدكتور كان بيقول ان من كتر الولادة القيصرية والخياطة بتاعت البطن بيحصل حاجة اسمها pelvic adhesions او التصاقات. يعني انت مثلا، انتوا لو حد مثلا اتعور في حتة هتبص تلاقي تعويره كبيره شويه، هيبص تلاقي ان الجلد بتاعه اتشد من على الحته دي. مع الوقت لو اتعور كتير 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 هيبص يلاقي ان الحته نفسها كلها بقت مشدوده وحصل فيها اديجن. اديجن الالتصاق ده بيخلي الحاجه ما تبقاش مكانها الطبيعي. انت ممكن تلاقي مثلا معلم مثلا ان انت عندك حسنيه مثلا في رجلك من حته معينه، من كتر ما حصل اديجنز هتبص تلاقي الحسنيه دي مكانها اتغير، اتشدت ناحيه الجرح. تمام. هو نفس الهيئه كده بالظبط، ان البلفيك اديجنز بيؤدي لايه؟ ان الرحم يتشد لفوق. تمام. دي مشكله طبعا، يبقى مشكله مشكله الرحم يطلع لفوق بسبب كسره الولاده القيصريه. طيب مشكله بقى البرولابس او ان الرحم ينزل لتحت، ان الولاده الطبيعيه، الولاده الطبيعيه طبعا بتعمل ايه؟ كسره الولاده الطبيعيه. مع الوقت الواحده ولدت كتير 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 ولدت طبيعي كتير، طبعا ده هيؤدي لضعف عضلات مهما كان، بس مش لازم يؤدي البرولابس. مش لازم اللي بيؤدي البرولابس بجد الباد مانجمنت اللي بيحصل اثناء عمليه النورمال ليبل دي، الليبر دي، ان الدكتور ولد الطفل وجري، ما مثلا ما اهتمناش بالفيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي مهم جدا 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 بعد الولاده الطبيعيه، لان بسهوله ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن يحصل لها برولابس. ماشي. هو بيقول لك ايه بقى؟ فور اكزامبل يوتراين برولابس ديسند اوف يوتراين اكسترنال اوريفيس بيلو ليفل اوف اسكيال سباين. فاكرين لما كنا بنقول خالص في جينيتال مال بوزيشن في الاول خالص في الموقع بتاع اليوترين اليوترس، قلنا ان هو في اكسترنال سيرفايكال اوريفيس بتكون في مستوى الاسكيال سباين، وده اللي بيحدد المكان اذا كان صحيح او لا.
لما تنزل بقى الاكسترنال سيرفايكال اوريفيس دي تنزل من مكانها نعرف ان حصل برولابس. تمام. بيقول لك بقى الانسيدنس، الانسيدنس اللي هي بتفرز بتوين الكونتريز، ما هو انت مش هتجيب دوله ناميه زي دوله متقدمه، وبتنتشر بنسبه 5 ل 10%، والنسبه دي مهمه. الايتيولوجي بقى الاسباب، عندنا بريديسبوزنج فاكتورز وبريسيبيتاتنج فاكتورز، ومهم جدا نعرف نفرق بين البريديسبوزنج والبريسيبيتاتنج. يعني ايه بريديسبوزنج فاكتورز؟ بريديسبوزنج فاكتورز ان الشخص ده اصلا كان عنده الاسباب اللي تهيئه للمرض اللي جاله ده من زمان، يعني ممكن كان يكون اصلا مولود فيه. يعني مثلا حاله زي حاله البرولابس ده، ان الواحده مولوده عندها ضعف في عضلات البلفيك فلو، اصلا عندها ضعف في عضلات البلفيك فلو، راحت ولدت مرتين ثلاثه ولاده طبيعيه، قام حصل لها برولابس. طب ما هو ده مش طبيعي طبعا، مش طبيعي انها لما ولدت ولدتين طبيعيين ثلاثه طبيعيين يحصل لها برولابس، مش طبيعي. لكن علشان هي عندها بلفيك فلور مصل ضعيفه قامت حصل لها البرولابس ده. البريسيبيتيتنج فاكتورز بقى هو الولاده الثالثه، يعني هي بعد الولاده الثالثه حصل لها برولابس، قامت راحت تشتكي للدكتور. على فكره الدكتور اللي انا عملت عنده المره دي النورمال ليبر ده وحش جدا، ده انا خرجت من عنده بقى عندي برولابس. المشكله مش في الدكتور، المشكله مش في الولاده الطبيعيه الثالثه، المشكله يا حبيبه قلبي ان خلاص الفاكتور اللي عمل لك انماسكينج للسبب اللي انت مولوده بيه يقلديه ان انت يحصل لك برولابس. كده كده كان هيجي لك برولابس ايا كان، انت كان ممكن تحزقي شويه وجاي لك برولابس. هو سبحان الله فحصل بقى مع حظ الدكتور ده ان هو جالك البرولابس في الوقت ده مع الولاده دي. تمام. مثلا واحده عندها مولوده عندها ضعف في عضله القلب او عندها كونجينيتال بروبلم، يعني هي مولوده كده قعدت 30 40 سنه ما بانش عليها اي حاجه، جت في مره اتخانقت مع جوزها قامت حصل لها ايه ازمه قلبيه وخلاص بقى راحت للدكتور عمل لها اي سي جي لان هي فعلا عندها ازمه قلبيه. قامت قايله بقى قعدت تحزن على جوزها ومش عارفه تقول ما فصلش ايه وتقول هو السبب والكلام ده. لا هو مش هو السبب، السبب يا حبيبه قلبي ان انت عندك من الاول ضعف عضله القلب. ضعف عضله القلب ده هو السبب الحقيقي اللي هو بريديسبوزنج فاكتورز. خناقتك بقى مع جوزك امبارح هي البريسيبيتاتنج فاكتورز اللي هو السبب اللي عمل انماسكينج لضعف عضله القلب بتاعتك. يبقى مين الاهم، بريديسبوزنج ولا بريسيبيتاتنج؟ البريديسبوزنج فاكتور. ليه؟ لانه لو هي مش عندها ضعف في عضله القلب او ضعف مثلا في عضله الحوض اللي الناس اللي بيحصل لهم برولابس مش هيحصل لها اصلا البريسيبيتاتنج فاكتورز ده. هيجي منين البريسيبيتاتنج فاكتور؟ ان هو يعني راحت ولدت ولاده طبيعيه ثالثه هيحصل لها برولابس؟ لا مش هيحصل لها برولابس عشان البلفيك فلور المصل بتاعتها قويه وماسكه نفسها. البريديسبوزنج فاكتورز بقى اللي بتسبب البرولابس، البريديسبوزنج فاكتورز احنا قلنا ان ده السبب الاساسي اللي بيستنى تكه علشان يظهر المشكله، المشكله تقوم ظهر. بيقول لك ان اول حاجه الويكنس اوف يوتراين سبورتس، يوتراين سبورتس عرفنا ان هو ابر وميدل ولور. الويكنس اللي بيحصل في اللور سبورت اللي هو بلفيك فلور مسل ده بيؤدي للبرولابس. طب ايه المشاكل او ايه اللي بيحصل عشان كده بيحصل ويكنس في اللور سبورت؟ ممكن تبقى كونجينيتال، يعني هي الست مولوده مثلا عندها ضعف في العضلات، تروماتيك يعني اثناء الاوبستريك تروما مثلا حصل اوبستريك تروما، بوست مينوبوزل يعني بعد المينوبوز الاستروجين بيقل جدا فالاستروجين ليه عامل مهم في قوه العضلات فبيؤدي لضعف العضلات. ويكنس اوف ميدل سبورت، ميدل سبورت اللي هو كان السيرفايكال ليجامنتس برده نفس الاسباب كونجينيتال وتروماتيك وبوست مينوبوزل. الابر سبورت بقى اللي هو كان بيتمثل في الاي في اف بوزيشن، لما يحصل loss of AVF position اليوترس بدل ما هو كان لقدام بقى أكزيال اليوترس يعني بقى تقريبا مستقيم وفي نفس مستوى الفاجينا، فالفاجينا بقت سهلة بسبب الجاذبية تاخده وتقع فبيحصل برولابس. بلاك كونجنتال بريديسبوزنج فاكتورز اللي هو زي ما احنا قلنا برضو بسبب ان الست مولود عندها ضعف في العضلات او عندها مشكلة في الانرفيشن بتاع البلفيك فلور مسل ده، زي مثلا السباينا بيفيدا. سباينا بيفيدا دي بيفيدا دي بتكون مشكله برضو كونجينيتال وبتظهر على طول من اول ما الطفل بيتولد بيتعرف ان هو عنده سباينا بيفيدا. وده بقى الكونجينيتال بريديسبوزنج فاكتور دي مش شائع، الشائع هو الاوبستريك تروما. الاوبستريك تروما دي بقى بتحصل اثناء الولاده. عمليه الولاده بتكون ثلاث مراحل، فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج. الفيرست ستيج هي كانت اللي بنقول عليها فتره الطلق او مرحله الطلق الكونتراكشن، اللي هي بقى مثلا جالها دلوقتي طلقايه بعد ساعتين ثلاثه جالها طلقايه كمان بتفضل كده كام ساعه. يعني الاخطاء بقى اللي بتحصل وقتها ان المرحله دي زي ما احنا كنا واخدين في نس علاج المرحله دي بتحتاج تقليل للبين وان الست تكون هاديه شويه. لا هو بص ليه بيقول لها اعملي بقى ايه، خدي لك وضع السكوات. تخيلي بقى انها تقعد مثلا واخده وضع السكوات ده كام ساعه، وضع السكوات اللي هو اصلا هيعمل ان يشد العضلات لدرجه انه ممكن يقطع الليجمنتس والعضلات نفسها اصلا، طبعا دي حاجه وحشه. تاني حاجه بيقول لها الستريننج بيفور فول سيرفايكال دايليشن، المفروض ان في اخر اللي هي الفتره الاخيره على طول في فيرست ستيج اللي قبل الولاده السيرفكس خلاص بيوسع بيجيب اخره لدرجه ان البيبي بقى يقدر ان راسه تنزل فعمليه ولاده تقدر تتم. لا هما بيعملوا ايه بقى
فبنقولها تحزق. يعني هما بيعملوا ايه بقى في فتره الكونتراكشن دي؟ يقوموا قايلين لها احزقي حبيبتي. طب نحزق ليه؟ طب انا لسه دلوقتي، انا لسه مش ما جيتش فتره الولاده، انا لسه في فتره الطلق بتاعي. ده يقول لها احزقي وفي السيرفكس لسه ما وسعش، فتحصل مشكله بقى، ممكن يحصل اصلا فتق، في الفتق بيعمل برولابس. فورسبس بيفور فول سيرفايكال دايليشن، ان برضو الدكتور ما يصبرش فيقوم داخل بالكمشه بتاعته يجيب الراس بتاعت البيبي. انت جايبه ليه يا حبيبي دلوقتي؟ ما تسيب السيرفكس يوسع ويجيب اخره. ماشي. سكند ستيج اللي هي مرحله الولاده نفسها بقى، بيحصل فيها مشاكل زي الفندل بريشر، ان في واحده مثلا تيجي تقوم متكيه على الفندل من فوق جامد علشان تسهل عمليه الولاده. ان هي كده بتسهلها فعلا، بس هي بتسهلها على قفاها، على قفا البيشنت، ان هو بيحصلها بعد كده ويكنس في المسلز. ليه بقى؟ لان الفندل ده لما هم بيتكوا على الفندل بيتكى معاه على الراس بتاعت البيبي، فهم بالنسبه لهم ان هو كده بيسهل عمليه الولاده. وطبعا هي الفندل بريشر وفي حاجات كتير، هي تكنيكس يعني الدكاتره بيعملوها، بس لما يبقى الموضوع صعب قوي والوقت عدى كتير مش من الاول كده. ماكروزوميا، ان البيبي يكون نازل كبير، زي مثلا الناس اللي عندها سكر الحمل البيبي بتاعها بينزل كبير. تالت حاجه برولونجد سكند ستيج، قعدت كتير تولد. اندي بيرد برينيال تيرز، ان الدكتور مثلا اثناء الولاده والبيبي نازل حصل ان برينيال مصل اتقطعت، فالدكتور قام منزل البيبي وخلاص على كده وفكك، ما خيطش يعني الايه البرينيال مصل دي وسابها زي ما هي. بعدين بقى الثيرد ستيج اوف ليبر. الثيرد ستيج اوف ليبر دي بقى زي ما بيقولوا عليها مرحله البلاسينتا، خلاص البيبي ست جالها الطلق ودخلت ولدت والبيبي خرج، ناقص حاجه جوه لسه. ايه هي؟ البلاسينتا. المشيمه لسه جوه. المفروض ان البلاسينتا دي بتخرج بعد تلت ساعه تقريبا، تمام؟ بعد التلت ساعه يبداوا يقلقوا بقى ويبداوا يشوفوا تصرفات تانية علشان ينزلوا المشيمه دي. المشكله بقى اللي بتحصل او الغلط اللي بيحصل اثناء الثيرد ستيج، حاجه اسمها الكريدز ميثود. كريدز ميثود هي الفاندس بريشر، بس بقى بسمينها اسم تاني علشان خلاص البيبي نزل. فالكريدز ميثود دي برضو حد بيفضل يتكه، بس الضغط ما بتبقاش كبيره زي في الفاندس كده، بتبقى حاجه بسيطه علشان ينزل البلاسينت. انت بتنزلها ليه؟ طب ما هو استنى شويه، استنى لما حتى تلت ساعه نص ساعه يعدوا بعدين نبدا احنا نعملها. كريدز ميثود برضو ميثود موجوده علميه وبيستخدموها، بس لما يعدي وقت طويل والبلاسينت لسه ما نزلتش. خلصنا خلاص الولاده والست ولدت، ودخلنا بقى في مرحله الايه النفاس. البربيريوم. البربيريوم المشاكل اللي ممكن تحصل فيها ليك اوف بوست نيتال اكسرسايز، الست ما اهتمتش والدكتور ما نصحهاش انها تعمل فيزيوثيرابي. رابيد سكسيسيف ديليفريز، يعني هي ولدت النهارده بعد 9 شهور بالظبط ولدت تاني وهكذا كده. يبقى احنا خدنا الاسباب اللي بتخلي ست لسه صغيره حتى يجي لها البرولابس ده. ما هي ممكن يجي لها كمان بعد المينوبوز، يعني ممكن اصلا وهي بتولد من 20 سنه مثلا في فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج حصلت مشاكل دي كلها بس ما حصلهاش برولابس. جه بعد المينوبوز بقى نقص الاستروجين كمان كبر المشكله اكتر، لان الاستروجين كان بيساعد في قوه العضلات، لما هو بيقل بيضعف العضلات، وكان بيساعد في تزويد البلاد سبلاي للليجمنتس. لما هو بيقل ايه اللي بيحصل؟ الفاسكولاريزيشن بتاع الليجمنتس بيقل، فبيحصل لها ديجنريشن يعني بتتدمر، تمام؟ يبقى الديجنريشن اوف يوتراين ليجمنتس. خلاص دي كده بريسبوزنج فاكتورز. بريسبيتيتنج فاكتورز بقى اللي هي الحاجه اللي حصلت خلت البرولابس بقى يحصل، يعني هو حصلت دلوقتي ام برولابس حصل دلوقتي، بس هي مش الحاجه الاساسيه، الاساسيه هي بريسبوزنج فاكتورز. في حاله البرولابس هنا هي الحاجه اللي بتزود الانتر ابدومينال بريشر. فاكرين لما كنا بنقول في الاستريس انكونتيننس برضو ان في حاجات بتحصل بتزود الانتر ابدومينال بريشر؟ زي ايه كده؟ لو نفتكر كنا قلنا الكف واللف ومثلا عطس ودلوقتي حزق، ماشي؟ كل ده بيزود الانتر ابدومينال بريشر. لما الانتر ابدومينال بريشر بيزيد بيخلي العضلات تقوم فجاه كده، اهو حصل لها ضغط زياده فبيقوم حصل لها العضلات طبعا الضعيفه، فبيقوم حاصل البرولابس ده، يقوم الاعضاء كلها نازله لتحت، البريشر على الاعضاء بيزيد فبيقوم منزلها لتحت، ماشي؟ بيقول لك انها 2 سي كرونيك كف كونستيبيشن اني او 2 اي اني ستريننج اور اني ابدومينال ماس، يعني مثلا عندها تيومر مثلا في بطنها. تاني حاجه بقى تراكشن اون ذا يوترس، اليوترس مشدود شويه بسبب ان في سيرفايكال بوليب اللي هو ورم حميد يعني كده ربنا يعافينا. يبقى هي دي كده البريسبوزنج فاكتورز والبريسيبيتيتنج فاكتورز. الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعت البرولابس ده، العيانه اللي عندها برولابس بتيجي بتشتكي من ايه؟ بتشتكي يا شكوى كده بتكون مميزه برولابس، انها بتقول ان في ماس بتروترود فروم الفالفا، وبتزيد البروتروجن بتاعها مع السترين والسكواتنج والستاندنج. وهي اكيد مش تيجي تقول لك كده، هي تيجي تقول يا دكتور انا حاسه ان في حاجه واقعه مني من تحت. الحاجه دي بتكون ايه؟ اليوترس اصلا. يبقى ماس بروترودنج فروم الفالفا وبتزيد وذ 3 اس،
الستريننج والسكواتنج والستاندنج، اللي هو يعني حاجات من الاخر بتزود الانتر ابدومينال بريشر، ومش بس دول، ممكن كافينج، ممكن السنيزنج، اصلا العطس الكلام ده. وبترجع تاني بتقول لك انها لما بتنام او بترتاح اليوترس او الكتله اللي هي حاسه ان هي واقعه منها من تحت دي بترجع تاني مكانها، ريتيرن اب اون سليبنج اور ريست.